المغربية والولايات المتحدة الأفريقية عندهم اتفاق تعاون بالنسبة لجميع المآثر أو التراث اللي كيتسرق من طرف بعض التجار، وتم تفعيل هذا الاتفاق منذ 2020 دابا، وكانت هناك كانت السنة السابقة أول استرجاع من طرف المتحدة الأمريكية، واليوم ثاني استرجاع لتعدد القطاعات اللي عندهم أهمية كبرى تاريخية تراثية جيولوجية اللي غتخلي اللي غيرجعوا أولا الأرض ديالهم للمغرب، واللي غتخلينا بالطبع نزيدوا نكتشفوا أهمية يعني الدور اللي لعبوه في المغرب فيما قبل التاريخ. بالطبع كنتكلموا على أكثر من 200 مليون سنة. Wonderful to be here today with the Minister of Culture, Mr. Ben Said, and the General Secretary from the Ministry of Energy Transition, to be able to both mark this occasion where law enforcement officials from Morocco and the United States have come together for a very important seminar under a memorandum of understanding which was signed in 2021 to be able to share expertise on how to stop and counter the looting of cultural heritage and cultural property. This is a very important topic, especially in Morocco, which has such a rich and deep and long cultural history. الأهمية ديال استرجاع ديال هذا القطاع تكمن أولاً في الشراكة، وسميته الشراكة الوطيدة والعمل المتشارك بين دولة أمريكا ودولة المغرب في استرجاع في محاربة تهريب الغير مشروع أو الخروج الغير مشروع لجميع أنواع التراث. لهذا الآن تجدون ما يسمى بحفريات لكائنات فقرية كانت تعيش في حوض الفوسفات بخريبكا، وتم تهريبها بطريقة أو بأخرى، وثم تم استرجاعها من طرف السلطات الأمريكية للمغرب.